هنسيب اليد وهنروح لرجال الطايره. رجال الطايره لسه حالا مخلصين ماتش مع الزهور، حالا الماتش لسه خلصان على ارض النادي الاهلي بنتيجه 3-0. قدر النادي الاهلي يفوز على نادي الزهور بنتيجه 3-0، زي ما احنا عارفين ان النادي الاهلي ينقصه 7 لاعبين في منتخب مصر اللي بيلعب في كاس عالم في اليابان، وكلهم 7 اعمده اساسيه، لكن بصراحه شديده اتحاد الطايره السنه دي قال ان بدايه الدوري ل4 انديه الاهلي الزمالك سموحه والجيش بدون نتائج، فقدر النادي الاهلي او كابتن ميدو مصلحي بيحط اللعيبه الشباب ويحط بقيه اللعيبه عشان يجهزهم لدخول في مرحله النهائيات في الدوري الممتاز باذن الله. بكده النادي الكفاز 3-0 النهارده على نادي الزهور بنتيجه 25-8 و25-20 و25-18. اكيد العناصر الشابه اللي كابتن ميدو مصلحي بيجربها في فريق كره الطايره، اكيد هو كان في حديث بيني وبينه قال ان العناصر الشابه دي قدرت المباراه دي تفرزها فرز كويس جدا، وفعلا اللاعبين على قدر المسؤوليه وماشيين كويس جدا، وقال لي ان هو هيكون عنده اختيار كبير جدا بين اللاعبين الكبار واصحاب الخبرات، وفي نفس الوقت اللاعبين الشباب اللي عندنا في النادي. نتمنى فريق كره الطايره باذن الله كل امنياتنا طيبه ليه برضو، واستكمال مسيره الانتصارات المستمره من 2-3 على المستوى العربي والافريقي والدولي باذن الله. هنسيب الكره الطايره للرجال وهنروح ل طائرة الأهلي تحت 17 سنة في بطولة منطقة القاهرة بيفوز بنتيجة 3-0. دوري ال 17 سنة للكرة الطايرة الأهلي بيفوز على نادي الزهور في بطولة المنطقة بنتيجة 3-0. كان فريق ناشئي الطايرة متواجدين في مجموعة بتضم الطيران والزهور وبتروجيت، المدير الفني كابتن جابر عبد السلام طبعا المدير الفني الكبير بتاعنا، هو فعلا بيطلع شباب وناشئين لفريق الدرجة الأولى، فعلا قدر يعني يعمل شغل كويس جدا مع الفرقة دي، والفرقة ماشية في إطارها بإذن الله، في الإطار الكويس اللي احنا شايفينه بإذن الله. نظام البطولة دي مجموعتين بياخدوا أول 3 من كل مجموعة، مجموعتين منطقة القاهرة بياخدوا أول 3 من كل مجموعة وبيوصلوا لدوري الستة. دوري الستة ده هو الدوري النهائي لبطولة منطقة القاهرة.